إن شاء الله الخميس الجاي عاملين احتفالية يوم 14 في مركز الهناجر للفنون بمرور 40 سنة على الجمعية. هيتم فيها تكريم مجموعة من رموز الجمعية مع الاحتفاء بالأستاذ محفوظ عبد الرحمن لاختياره رئيس شرف الجمعية ولفوزه بجائزة النيل. أيضا الكاتب الأستاذ كرم النجار فاز بجائزة الدولة في الإبداع في الفنون. فبالتالي أقصد أقول إن إحنا الاحتفالية مش بس جمعية، ولكن إحنا برضو بنحتفل بالناس، الناس اللي ساعدونا كمان في مهرجان اسكندريه اللي هم عملوا حفل الاوبريت بتاع حفل الختام اللي كتبه الاستاذ مصطفى الدمراني ولحنه الاستاذ منير وسيمي واخرجه الاستاذ هشام عطوه، وايضا الاستاذ عاطف عمل الاستعراضات الاستاذ عاطف عوض. برضو بنعمل لهم تكريم بسيط كده في الحفله بالاضافه لرموز الجمعيه الراحلين واللي موجودين، ربنا يديهم طول العمر ويديهم الصحه يا رب ويسعدونا دايما بعد الشر ربنا يديك الصحة. لو نبدأ دلوقتي نوزع الشهادات على بما ان الاستاذ زكي هو اللي اتكلم فنبدأ الاستاذ زكي مصطفى. الاستاذ زكي مصطفى Thank you.
تفضل تفضل رئيس مجموعة محبي مهرجان الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة أقول اسمه ولا هو عارف نفسه الأستاذ مدوح المشاوي كل النجوم اللي جم المهرجان في حفل الافتتاح واستمروا معانا خلال المهرجان كان جهودها هي وجهد شخصي وبدون اي تكليف من المهرجان. شكرا لكم.